منذ صغرها وهي على علاقة وطيدة بالبحر. بدأت العلاقة بالسباحة، ثم أصبحت مساعدة لصيد الأسماك، إلى أن أصبحت ريسة في صيد الأسماك. البحر بالنسبة لها عالم قائم بذاته، فهو مصدر للعيش والمتعة والسباحة. عاشقة البحر، حكايتي هذه المرة من مدينة سيدي بوسعيد التونسية. في كل زاوية من زوايا شوارع مدينة سيدي بوسعيد الخلابة بمناظرها والرائعة بجمالها يتحدث الناس عنها، فهي الوحيدة في هذه المدينة التي تعمل في البحر ومع القوارب وفي صيد الأسماك منذ زمن بعيد. البحر من حالين علينا، قلنا البحر بابا، بحار بابا كان في طنب الشتاء يخلينا احنا صغار يمشي في البحر في الشتاء باش يصطاد في جبن الحوت باش يوكلنا احنا. حتى كبرنا ونا 4-5 سنين وثلاث سنين ولا يهزنا معاه باش نعاونوه انا واختي وخويا. عام 70 توفى الوالد، قطعت علاقتنا مع البحر، مشيت الفليك كل شيء شبك وشيء بعدنا على البحر. انا تزوجت، عندي عمي عنده فلوكة مركب، مركب صغير مش كبير برشا، صغير بلاش مطول لحد شيء، مركب المقداف. خلى الفلوكة هذيك جاني قبل ما يموت عام 85 84 85، قال لي شريف ورا هذيك الفلوكة اللي كنتي، انا راني تعبت هذيك اللي كنتي قاعد كل فلوكة هذيك حتى جاي فيها اليوم اللي توفى فيها. مشيت حبيت نجرب نعاود كما كان يعمل بابا وبعضنا. دخلت البحر عبارة نلعب، لقيت الفلوكة مشيت طميت شباك نعرفش لقيت كيلو وطل الحوت، كان الحوت خير من توا نقص برشا بالنسبة لهنا. وعلمت من شريفة أن الأوضاع الاجتماعية الصعبة دفعتها للعمل في صيد الأسماك. أي بديت بشوية حاجة نذكر متاع بابا، ولات حاجة معاونة 5,000 3,000 20,000 تحبش تعرف نبيع حتى 100,000 نهار نجم نبيع حتى شيء. مسكت بها ما عادش نجم من بعد عليها. وغير صيد السمك كنت تسبحي تعومي؟ كنا صغار نعوم. وي تحبي العوم؟ نعوم. وي الى الان عندي 20 سنة ما عمتش. ليه ما عمتش؟ ليه عمني وعندي علوش عمته، عمته معاه هنا نعمل دوش في الدار ونقعد نخدم هكا في البحر نسحق لوش. يعني هلا البحر بالنسبه اليك فقط مصدر عيش؟ مصدر عيش والكل. وإضافة إلى المأساة الكبرى في حياتها والناجمة عن فقدان ابنها، واجهت شريفة مصاعب جمة في عملها. والله بصيفتي صغيرة ونمشي في برشا رجال شوية حشمة، نحشم برشا. عام 86 كان عمري أقل من كده، توا أنا عندي 64 سنة. ما شاء الله تعطي 40 فقط. أه؟ تعطي 40. أنا توا عندي 64 سنة. بكري كنت صغيرة نحشم، نمشي بحر نحشم. والطو يقدروني الناس، طو كان تمشي البرت غادي تاخذ بحارة وتصل أي واحد طو يجاوبوك. وقت اللي بدأتي بصيد السمك كانوا يغازلوك يعاكسوك يعني؟ لا لا. شو المتاعب لك؟ متاعب في المهنة، خاطر خدمة البحر مش سهلة، خدمة البحر نتاع رجال مش تاع نساء. ما تراش البحر راكح، يجي وقت البحر يتغشش يشوفوا كيفاش. شو المخاطر يعني؟ شو مخاطر كبيرة برشا، نجم تقدمك تقلب، نجم تقبيك موتون، نجم برشا حاجات. خدمة صعيبة، نمشي الصباح ساعات نروح حتى عند لوا ما ساعة، نجي نطيب الفطور، نعمل نقد ولادي، نرجع العشية نقد الشباكات، نطلع الوسخ نتاع الشباك لازم تنظاف على بالطرف بالطرف، نرجع نرمي، نجي تاع الليل. يعني أنت تقومي بأمور البيت وبأمور البحر؟ نعم. قلة قليلة من النساء في تونس يعملن في صيد الأسماك. 4-5 كعبات
في الجنوب وسمعت بوحده في البر تاع حق الوقت. اما تخدم معاها فليك مش تخدم وحدها. متمشي فوق تمشي وحدها. تمشي مع الناس مع بحاره اخرين تخدم معاهم. انت الوحيده اللي بتشتغلي لحالك؟ انا اخدم وحدي. ما بتحبي حدا يشارك؟ كان عندي ولدي يرحمه توفى يمشي معايا. ساعات في وقتي هو فاضي توفى. وقت يبدا عندي حاجات صعاب برشا برشا نهزو معايا. اما نغلب بيت الوقت نمشي وحدي. نغلب بيت الوقت وحدي. وتقاطع ساعات بحر هيش برشا نمشي وسباح البحر كل. وراء البحر برشا احنا رامين شباك خرج الريح في الليل. كي نعرف ماش اختار نزل فلوكا نمشي نطلع شباك. وحدي. تو ما عادش عندي صحة برشا. نقصب. شريفة منشغلة دائما بالهم العام في تونس وخصوصا بعد خلع نظام زين العابدين بن علي. حبيتي الثورة؟ لا. ليه؟ هكا خاطر وقت برشا حاجات مش باهية. حبيت ايش؟ مثل ايش؟ ها؟ مثل ايش؟ على خاطر برشا ناس كسرت وفهمت الحرية بصفة أخرى. لما ناس فهمت الحرية بصفة أخرى. وتونسنا باهية. كان يكون ناس كنت تمشي واحدة واحدة يلقاو كل شيء. أما بالقوة اللي حبوا عليها هما مش باهي. يعني أنت بتحبي نظام زين العابدين؟ لا. فما ناس ما تحبش السياسة. كي تجيهم بالسياسة يعتبروك حش منهم. يفهموا الحرية نوع آخر. تو التكسير يقع وتضرب وليحب أنا ما يحبوش. أنا ضده بالمرة. كل ما تكسر حاجة في تونس وتحرق حاجة في تونس وكأنه كسر داري. يعني أنت ضد النهضة؟ مو ضد النهضة، ضد إنسان جبروت. كل إنسان خارج على القانون أنا ضده. ولم يكن عمل شريفة في البحر سهلاً خلال فترة حكم بن علي وابتهجت لحظة سقوطه. فرحت. على خاطر قبل بعامين أنا تحرمت من خدمة البحر هنا. قبل بعامين جاء من غير من نذكر اسمه شكون منعني على الخدمة هنا أنا. علاش خوف من زئ من العابدين؟ قال لي بقى قضية تخدمش فيها على خاطر فيها زين. وقتاش نخرج نخدم أنا؟ عاش التعليم نخرج نرمي الشباك أنا بسرقة. والأربع تصبيح دينا زين مطوم بك الشتاء أنا نخرج نخدم. السياحة تأثرت بعد سقوط زين العابدين؟ تأثرت كل شيء تأثر كل شيء. صارت أسوأ؟ كل شيء مع غير شك. لكن تركح العباد ما عادش تعمل حاجات تخريب تمشي الدنيا لاباس. ما دفهم التخريب خايب. التخريب راهو اخي حاجه في دهو التخريب. تشعري في فوضى هلا؟ فوضى فما فوضى فما فوضى فما فوضى. الناس ما عادش تقدر برشا انا واحد برشا بخايا حاجات اللي وقع فيها فوضى. صحيح. انت من خبرتك كيف بتشوفي تونس بعد فتره؟ لكن تركح فيها التخريب تونس باهيه تبدا تمشي لاباس. يوقف التخريب بالمره. واللي يشد الحكم يكون قاسي. شنو هو قاسي؟ درجة يسطر يعني كل حاجة اللي ممنوعة تتمنع لتوش الدنيا إلا بس. طيب ليش ما بتترشح إلى منصب الرئاسة؟ لا نحبش مسؤولية. نحبهاش. نحبش المسؤولية أنا. ما بتحبي غير البحر؟ بحر. نحب يكون مسؤول على البحر. هو. للبحر أسرار وشريفة تحكي له أسرارها. فماذا عن هذه الأسرار؟ وهل تستطيع شريفة العيش بدون البحر؟ المزيد بعد الفاصل. انتظروني.
لم يكن سهلا على امرأة تونسية أن تعمل في مهنة صيد الأسماك، فالمهنة ذكورية كما يقال هنا، لكنها أصرت على مزاولتها والعيش مع الأسماك والبحر. العلاقة بين شريفة والبحر قديمة جديدة، وحسب ما فهمت منها فإن البحر منحها الكثير من المعاني في حياتها الشخصية والعامة. عندي ثقة في نفسي، حاجة نجمها نجمها، منجمهاش منجمهاش. حاولت تعلمي أولادك؟ قلت لك عندي زوز أولاد، أنا واحد توفى واحد يخدم توا، كدا عنده وقت معايا توا مسافر مش هنا. وبنتك؟ بدي تخدم روحها، ما نحبش نمشي البحر. ما طلعت زيك؟ انا ما نحبش نمشي البحر. ليه؟ هك لا احكي، طالما انت بتحبي البحر. انا نقول لك عليه، خاطر البحر صعيب برشا، البحر صعيب برشا، اصعب ما تصور في بالك. نجم تدخل وراكح وانت في البحر لحظه وتغش، ما يرحمش. وتكاد شريفه ان تقول عن البحر شعرا الا قليلا. شباك هذاك نحلو، نطلع على الكرسي ونطلع على البحر باش نشوفه برك. الأربعة تاع الصباح نخرج أنا نمشي على الشط غادي نشوف البحر شنو نوعه. الناس عندها مسلسلات تفرج فيها، أنا عندي مسلسل جوية باش نشوف فما، باش نعرف جاي اليوم وغدوة باش نخدم ولا. مسلسلك شريفة والبحر؟ بحر بحر. بتشوفيه بالمنام؟ أي شوف، راح نعوم البحر ديما بحر. اي ديما اي اعطيني الخير بحر، اعطيني الخير بحر. وجنحت بشريفة الى سؤال افتراضي. شريفة لو رجعت حياتك من جديد، نعم، اشتغلي صيادة؟ اشتغل صيادة، ولو كان مش كنت صيادة انا كنت فلاحة نشتغل الارض. اي بس انا اقول لو رجعتي صار عمرك مثلا 20 سنة، اي ترجعي على البحر؟ نرجع على البحر، نرجع على البحر. البحر نحكي له بكل شيء ما عندي في عقلي، كل ما عندي جا فيه حاجه تشكل البحر، كل شيء. كي نبدا حالي ناقص ندخل البحر نشكي، عندي اي حاجه مشكله في حياتي كل نشكيها للبحر، نشكي ربي، انا نشكيها في البحر. يسمع لك البحر؟ يسمع لي ربي، والبحر قد ايه بربي بربي بحري يعطيني من حب. يعني هو يحبك وانت تحبيه؟ اه نحبه فوق قيمه. قصص لا تنتهي عن علاقة شريفة بالبحر وعن نظرة الناس إليها في مدينة سيدي بوسعيد. والله ثم ناس تقول مجاهدة، ثم ناس تقول مجاهدة، الناس نعرفهم، ناس ناس كل شريفة يعطيها الصحة. أخرتها جمعة الأخرى واحد جاي يخبي الحوت من سيدي بوسعيد، قال لي واحد في المرسى قعد نحكي أنا وياه، قال لي شريفة يعطيها الصحة. قلت شكون؟ قال لي واحد يبيع له انت الحوت، يشكر فيك برشا. في مين بينظر اليك بالسوق بالسلب انك تشتغلي بالبحر؟ قد يكون، ما في باليش، قد يكون قد يكون، اما الاغلبيه لا، الاغلبيه لا. ليش ما حاولتي تدربي بنات هون في ال؟ لا بدك تكوني متفرده انت. لا لا مش هذا المعنى، لا حتى حد من نجمها الخدمة ذي، نجميش من الرجال تاع رجال وتمشي للبرد، وكان جيت تشد البرد انت ونهار اليوم خدمة البحر تلقاها كل فلوكة فيها هز من الناس، وشريفة وحدها. لو كان وضع زوجك المالي أفضل باقي ما يمنعش اني نمشي البحر، ما يمنعش، أنا طبعا الحمد لله ما يمنعش نمشي البحر. يعني مصرة؟ مصرة 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 على البحر.
وفي الآونة الأخيرة تعاني شريفة من مشاكل عديدة تتعلق بالمعيشة اليومية لها ولأسرتها. والله اللي نعرف يعيش يعرف يتصرف يعيش، اللي يعرف يتصرف يعيش. أما بالنسبة لهنا بقى هذه نقصت برشا، نقصت برشا برشا، صار ياسر متريالات وما عادش شمحوت كالعادة. كنت إنك نجي هنا بقى هذه ونرمي شباك، نرمي كان على البر هنا بقى هذه ترى فيه هنا نروح 6 و7 و8 كيلو حوت. الحوت هذاك تقطع، ما عادش موجود منه، ما عادش موجود منه. الدولة بتحاول تساعدك؟ والله كانوا يساعدوا هما، توقفوا عوام سنين ساعدونا، ساعدونا ب 500,000. رفيق عمرها وزوجها جابر لا يجد حرجا في الاعتراف بأن البحر بالنسبة لها أهم شيء في حياتها. شريفة تحب البحر أكثر من الناس كل، أكثر من حياتها. شريفة النهار اللي ما تبصش للبحر تمرض، تولي عرك ومشاكل في الدار. بنتي نقص، شريفة وصلت عندها الروماتيزم والأرتروس، وعديت عليها قالوا لها نقص، ما تبطلش مرة واحدة، نقص من الخدمة. وهي تنقصت شوية من الخدمة وسبا. هي مولودة في البحر، هي بنت بحر، مولودة في البحر، ساكتة في البحر. قعدت الوحدة متاع البحر، الروح متاع البحر قعدت تجبث في شريفة. ويقدر جابر شريفة كثيرا. زوجة تامة، امرأة كاملة، قال عبد الحميد كلمة كاملة الأوصاف وبس. قال هذا دور كبير في الشغل، فهمتني؟ البحر مرات يأتي مرات ما يأتيش، مرة غني ومرة فقير، الفقر والغنى في البحر متساويين، فهمتني؟ تتعب في البحر، نقول لها ما يزي نقص يزي كذا ما تحبش. وفي الميناء تسمع قصصا جميلة وكلمات لطيفة بحق امرأة عاشت ولا تزال تعيش مع البحر. كنت شريفة بحرية تخدم معنا، عندها فلوكة 400 متر، هاي حطتها غديكة مش يارديكة، تخدم معنا وفي البحر وتبيع وتشري كما الغدام من اللي هي قدك تخدم معنا. بوها يجيب لها حوت تز عندنا الديار فوق صعيد، نزوم للديار حوت فرشك يطلع حي تز معايا أنا وياها، هي مشيرة وأنا مشيرة، توا كبرت برك الله بولادها وباقي تخدم، ما زالت تخدم مش ديما معانا ملي صغيره في البحر، تعشق البحر بزاف. جاوك المره عملوا فيلم هنا تاع شريفه. شريفه انا علمت على البحر، كانت صغيره علمت على البحر وكل شيء، نخدموا في الشتاء انا وياها، خاطر هي تخاف البحر في الشتاء تخاف كل شيء، نخدم انا وياها. هذيك السنه شو بركة مات، تمنعت من الموت، شو بركة جات موجة كبيرة، شو بركة تقلبت من الفلوك، خطفت لها الموتور، نسخيت لها، نقعد نسوق أنا، تمنعت من الموت، هاكا ترى طقس مش باهم مفرعس، نو تجي تخيمني أنا، تهزني أنا، فالنو تحبني كان أنا، تعرفني، نعرف البحر وأنا فاهم كل شيء، تخدم خيمة 10 رجال، هذيك كل مرة هذيك. بارك الله عليها، تخرج في البحر في القبلي في النو، تخرج تطلع شباك وتروح وتعاود ترجع لعشية تعاود ترمي نورمال، ما عادش فيها، هي كبرت ما عادش فيها. وتستمر شريفة في عشق البحر بالرغم من تقدمها في السن. فوق القيمة، البحر ولادي فرد جراد، هو بعد ولادي البحر، وتحب تقول لي حاجة تغششني قل لي ما تمشيش البحر. لم تشأ شريفة أن تمضي عمرها على هامش الحياة، أعطاها وأعطته، حكته وحكاها، إلى أن أصبحت حقيقة اسمها عاشقة البحر. إلى اللقاء الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من حكايات
مع أكرم خزام.